نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. نعم، فعندنا شروط لا إله إلا الله، إذا اختل شرط إذن خرج الآن، ولابد لهذا نتعلم نواقض الإسلام. فهذا الأمر يعني قد تكلمنا فيه أن هذا من النصح للأمة، أن نتعلم النواقض ونعلمها الناس ونحذر الناس من هذه النواقض حتى لا يقعوا في ناقض من النواقض. نعم، والنواقض يعني ذكرها الأئمة، كتب الفقهاء كتب الفقهاء، لا يوجد كتاب مؤلف في الفقه إلا ولابد أن تجد فيه النواقض. أين حكم المرتد؟ أشياء يكون بها الإنسان نسأل العافية والسلامة مرتدا خارجا من الإيمان إلى الكفر. نعم، وإلى هذا المعنى أشار المصنف بقوله سابقا: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. نعم، لأننا نعتقد أن المراد الإيمان الكامل المتضمن. النواقض تجتمع في أربعة نواقض: في القول والفعل والاعتقاد والشك. هذه خلاصة النواقض، ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في منهج السالكين. فخلاصة النواقض أربعة، هي ليست بعشرة، حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يحصرها في عشرة، لكن أراد أن تضبط هذه العشرة. لكن تجتمع النواقض في أربعة أشياء: نواقض قولية، السب مثلا سب الرب، الفعل السحر، الاعتقاد لو شك في ماذا؟ شك مثلا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، شك في قدرة الله، قول وفعل واعتقاد، لو اعتقد أن أحد من الناس يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، والشك ذكرناه. نعم، لأن لكن من يحكم على هؤلاء بالكفر؟ العلماء والقضاة، ولابد من إقامة الحجة وانتفاء الشبهة. عندنا أمور واضحة يوضحها أهل السنة والجماعة، كالاستهزاء مثلا، سب الرب، يقول لا يمكن أن يجهل هذا، لا يمكن أصلا أن يجهل أنه سب الرب حكم كفر أكبر، مفهوم؟ إذا كان لا يعرف هذا إذا ماذا يعرف من الشريعة أصلا؟ نعم، قال: لأننا نعتقد أن المراد الإيمان الكامل المتضمن للاعتقاد والإقرار والعمل. نعم، قول عمل اعتقاد. نعم، ومراد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. نعم، هو يريد يقول يرد على من يكفر خوارج ومن وافقهم. نعم، يكفر بالجملة كما نسمع ونرى في هذه الأيام. نعم، قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نعم، الناس في هذا الباب طرفين وسط في التكفير، قسم من يكفر بالجملة، وقسم من لا يكفر أصلا ولا يكفر أحد، وقسم يتوسط. نعم، فإذا جاء الحكم في الكتاب أو السنة أو عن الصحابة أو السلف أو الأئمة كفروا إنسان بعينه كفرنا، توقفوا توقفنا. نعم، قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، مراده رحمه الله أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكبه كالزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين وأمثال ذلك ما لم يستحل ذلك، فإذا استحله كفر لكونه بذلك مكذبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم خارجا عن دينه. نعم، نريد يعني فقط مثال، ما الدليل على تكفير مرتكب الكبيرة عند الخوارج؟ نعم، صحيح يكفر. نعم، ما الدليل عندهم؟ مثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم. طيب، من يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. تمام، طيب ما الدليل عند أهل السنة في الرد عليهم؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، دليل عام، نريد خاص. فمن عفي له من أخيه، فمن عفي له من أخيه،
سماه أخا له، تمام. طيب في الزنا نسأل العافية السلامة، الزاني عندهم يكفر، ما الدليل؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني كافر كفرا أكبر عندهم، تمام. الدليل عندنا إقامة الحد عليه، ودافع النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز عن غامدية، صحيح. فهذا دليل على ماذا؟ تطهير لهذا الذنب، فهم؟ أي نعم. وقلنا كل ما أطلق الشرع عليه أنه شرك أو كفر فالأصل أنه غير مخرج من الملة حتى يأتي الدليل، نعم. فهم أخذوا بدليل وتركوا الآخر. عندنا القسم الثاني من هم؟ هنا تكفير المرجع، يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، والناس في الإيمان سواء لا يتفاوتوا، عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذا القسم الثاني، أهل السنة هم وسط، لم يخرجوه من الدين بالكلية ولا يصفوه بالإيمان الكامل، لا وصف، لا يخرج من الملة ولا يوصف بالإيمان الكامل. نقول مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي كامل الإيمان. لماذا قلنا هذا؟ لأنه لا نستطيع أن نخرج من الإيمان، عندنا أدلة، ولا نستطيع أن نصف بالإيمان الكامل لوجود الأدلة، فجمعنا بين الأدلة، نعم. أما إذا لم يستحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة. نعم، من استحل قتل المسلم كفر وإن لم يقتل، من استحل الزنا نسأل العافية السلام كفر وإن لم يزني، نعم. أما إذا لم يستحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة، بل يكون ضعيف الإيمان وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسب ما جاء في الشرع المطهر، نعم. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم الباطل، فإن الخوارج يكفرون بالذنوب والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا، وأما في الآخرة في الدنيا. هذا إذن المعتزلة خالفوا من الخوارج في الدنيا في الحكم، الخوارج قالوا كافر والمعتزلة قالوا لا، في منزلة بين منزلتين، كيف يعني؟ هل هو مسلم أو كافر؟ يعني هل هو من أهل المدينة أو مكة؟ قالوا لا، وقف في الطريق في المنتصف، تمام. هذا في الدنيا، أما في الآخرة اتفقوا، يقول اتفقوا لأنه في الآخرة مخلد خلود أبدي في النار صلى الله عليه وسلم، نعم. وهذا والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا، وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في النار. وقول الطائفتين، إذن النتيجة واحدة، فالعبرة بالخواتيم صلى الله عليه وسلم، نعم. وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، نعم. وقد التبس، إذا أردنا أن نرد عليهم يقول هذا الكلام باطل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونسرد الأدلة، نعم. وقد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة علمه، ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل الحق كما بينا، وبالله التوفيق. يقول لقلة العلم، الفرق الضالة لو تنظر في الفرق الضالة كاملة تجد أن المعتزلة لهم مؤلفات، لهم أصول، كتب في أصول معتقد المعتزلة، الجبرية، الجهمية، كل فرقة ضالة عندها مراجع ترجع إليها إلا فرقة واحدة، من هم؟ الخوارج. خوارج ليس لهم مؤلفات في أصول المعتقد يعني يرجع إليه يتحكم إليه، ولهذا تجد الواحد منهم يكفر حتى الأئمة عندهم، لأن ليس لهم أصل أصلا، كل شيء مبني على الهوى مبني على الفكر. احنا قلنا فرق الضالة منها يعني في القديم لديهم علم اعتقاد تعظيم لله، لكن خالفوا طريقة السلف ولهذا وقعوا نسأل العافية السلام. لكن هؤلاء الغرض عندهم يعني قلنا مثلا الممثل الآن المعطل عطل لماذا؟ لأنه اعتقد تعظيم الله سبحانه وتعالى، هو متقي لله، لكن أدى هذا إلى ماذا؟ إلى التعطيل، لأنه معتقد يعظم الله. لكن هذا عندما خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد،
غرضه تعظيم الله؟ غرضه إعلاء كلمة الله؟ لا، الغرض الدنيا. إذن هنا الخروج كان من أجل الدنيا، ولذلك لا علم ولا تقوى لله ولا غيره. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. يضر، نعم، والناس يتفاوتوا. نعم. قال العلامة ابن مانع رحمه الله: قوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، مراده بهذا الكلام الرد على المرجئة القائلين لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون بكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المقالة الخاطئة هي المنزلة بين المنزلتين التي هي خاصة مذهب المعتزلة، وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجب له الخلود في النار. تنبيه: كنت أقرأ في كتب المقالات واختلاف الناس في المعتقدات، فأقف على غلو المعتزلة في عقائدهم، فأرجع إلى كتب التراجم وأبحث عن تراجم أكابر شيوخهم، فأجد فيها الأمر المنكر العجيب من التلاعب في الدين وانتهاك حرماته، فصح عندي أن ذلك من شؤم عقائدهم وفساد نحلتهم. ومن قرأ ترجمة النظام وأبي الهذيل العلافي والماجن الجاحظ عرف ذلك، نسأل الله السلام. والأولى أنك لا تقرأ، أولى أن لا تقرأ ولا تنظر في تراجم هؤلاء. نعم، يكفيك ما ذكر المؤلف الشارح رحمه الله تعالى. نعم، طامات، وتجد الواحد منهم نسأل العافية والسلام يعني أحيانا يكفر من لا يجد أحد فيكفر نفسه. نعم، والله نسأل العافية والسلام. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. يعني لا نشهد ولا نقنط، نخوفهم ونجعل العباد يسير بين الخوف والرجاء. نعم، نقول أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، ولا بد من توبة، يذكر بالتوبة والإنابة والإقلاع عن الكبيرة. نعم. الكبيرة ما هي؟ الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، لعن، طرد، غضب، البراءة منه أو من فاعله، أو أنه ليس من المؤمنين، ليس من المتقين، أو أنه من المشركين، من المنافقين، من اليهود، من النصارى، أو شبه بأقبح الحيوانات، ليس لنا مثل السوء. هذه كبائر. هل الكبائر تتفاوت؟ نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر، هذا الثاني. هل هي معدودة أو محدودة؟ هل يمكن عد الكبائر؟ لا، حتى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر ذكر منها، هي إذن محدودة كما ذكرنا الحد التعريف يعني. نعم، هل صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان أو كافر كفرا أكبر؟ قال هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة أو مؤمن ناقص الإيمان، هل يحب ويبغض؟ ذكرنا لا يحب ولا يبغض، يحب ما فيه من إيمان يبغض بما فيه من فسق ومعصية. هل يجالس على ارتكاب الكبيرة؟ لا. هل تكفر بالعمل الصالح الكبيرة أو لا بد لها من توبة؟ نقول لا بد لها من توبة، هذا أحوط، والدليل النائحة إذا لم تتب قبل موتها. قال الجمعة لجمعة كفارة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، فهذا أحوط، مفهوم؟ أي نعم، نقول بهذا القول. هل الكبائر أعلى من الشرك الأصغر؟ لا، الشرك الأصغر أعلى من الكبائر. ما الدليل؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن أحلف بالله كاذبا كبيرة أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أراد أن يبين خطر الشرك أنه أخطر من الكبير، هو لا يحب هذا ولا يحب هذا، لكن أراد أن يبين للناس. نعم، هذه مباحث في الكبيرة تضبط لابد. نعم. ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نعم، ما نقنطهم من رحمة الله، ونجعلهم يسيروا إلى الله بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر. نعم.
قال العلامة ابن مانع رحمه الله: قوله ولا نشهد لهم بالجنة، اعلم إلا لمن شهد له الله أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وقلنا عندنا هذا متفق عليه، الأمر الزائد أن من شهدت له الأمة. نعم، قوله ولا نشهد لهم بالجنة، اعلم أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد مات من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه بذلك، ولكنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. وبهذا تعلم ما عليه كثير من الناس إذا ذكروا عالما أو أميرا أو ملكا أو غيرهم قالوا المغفور له أو ساكن الجنان، وأنكى من ذلك قولهم نقل إلى الرفيق الأعلى. ولا شك أن هذا قول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم عديل الشرك، كما قال تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما المشرك فنشهد له بالنار، لأن الله قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال العلامة ابن باز رحمه الله: مراده رحمه الله إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة كالعشرة ونحوهم، كما يأتي ذلك في آخر كلامه، مع العلم بأن من عقيدة أهل السنة والجماعة الشهادة للمؤمنين والمتقين على العموم بأنهم من أهل الجنة، وأن الكفار والمشركين والمنافقين من أهل النار. هذا على العموم. نعم، كما دلت أهل الإسلام في الجنة الآن الصحابة، كل الصحابة في الجنة لا شك فيها، هذا من حيث العموم، وكلا وعد الله الحسنى. أما لا نحكم للصحابي بعينه أنه في الجنة إلا بدليل، مفهوم؟ نعم. طيب، قال وأما الكفار والمشركون والمنافقون من أهل النار، كما دلت على ذلك الآيات الكريمات والسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك قوله سبحانه: إن المتقين في جنات ونعيم، وقوله عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، في آيات كثيرات تدل على هذا المعنى. وقوله سبحانه في الكفار: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقوله سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، في آيات أخرى تدل على هذا المعنى، وبالله التوفيق. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. هذا ما قلنا، وسط بين الخوف والرجاء. نعم. قال العلامة ابن فلا يغلب جانب على جانب. نعم. قال العلامة ابن مانع رحمه الله: قال الشارح: يجب أن يكون العبد خائف الراجية، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف من اليأس والقنوط. والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته. أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. يعني خوف لكن وسط، ورجاء وسط، إذا غلب جانب على جانب يسقط. نعم، كجناح الطائر. طيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.